يقع على علماء المسلمين ما لا يقع على غيرهم. يجب عليهم أن يحببوا الرعية إلى الراعي، ويحببوا الراعي إلى الرعية. فالأصل في علماء المسلمين أنهم يحملون لواء النصح. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالموفق من العلماء من يكون في خطابه، في أقواله، على منبره، في مسجده، يدعو الناس إلى السمع والطاعة واجتماع الكلمة، ويبين لهم أثر الفرقة، أثر الشقاق، أثر الاختلاف، ويأتي للحاكم، يأتي للوالي، يأتي للسلطان، يأتي للملك، يأتي للأمير، فيبين له فضل الشفقة على المسلمين. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، يذكر الحاكم، الأمير، الملك، السلطان بهذا. وفي الوقت نفسه يبين للرعية فضل اجتماع الكلمة، فضل وحدة الصف، فضل البقاء على ما أمر الله عز وجل به من السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. فإن في ذلك إقامة لمصالح دينهم ومصالح دنياهم. ولهذا جاء في الأثر: فإن الشيطان عن الاثنين أبعد. وقد دلت أحوال سلف الأمة الصالح وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم قبل ذلك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك القرآن، على أن في اجتماع الكلمة وتآلف القلوب ومحبة الناس بعضهم لبعض والوحدة واتحاد المسلمين فيما بينهم، كل ذلك مما دعا الشرع إليه. قد يكون هذا على مستوى أسرة، على مستوى حي، ثم يكون على مستوى الدولة. وكل ذلك فيه من الخير ما الله عز وجل به عليم.